للمزيد ينضم إلينا مباشرة من عمان أحمد عزام المحلل الأول المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي. أهلا بك أحمد. لنبدأ من الأسواق الأمريكية وهذا الارتداد الذي نراه اليوم بعد أسبوع صعب الأسبوع الماضي. برأيك هل هذا الارتداد هي عملية ارتداد فني أم أنه العوامل التي أقلقت الأسواق وخصوصا بيانات سوق العمل التي أتت في نهاية الأسبوع نوعا ما استوعبها السوق؟ مساء الخير عباد، شكرا للاستضافة. واحد من الأسباب بكل تأكيد هي تقرير الوظائف. يمكن تقرير الوظائف كان بعض الشيء متشائم، لكن أستطيع أن أقول ليس قاتم بالنسبة للقراءات. البطالة على الأقل لم تسجل ارتفاعات، بل سجلت انخفاضات ل 4.2%. الأجور لا تزال تسجل ارتفاعات، فبالتالي لا يزال هناك بعض المخاوف بأنها ضغوط تضخمية عبادة. لكن على ما أعتقد هي ارتدادات اليوم، هي ارتدادات مرتبطة بتسعير الأسواق بأن تقرير التضخم قد يكون جيد، قد يعطي الأسواق بعض الآمال إلى أن 50 نقطة أساس كتخفيض أولي بالنسبة للفدرال الأمريكي لا يزال وارد. أعتقد بأن الأسواق لا تزال تعتقد أنه ما زال واردا، 50 نقطة ما زالت واردة. أعتقد بأنه عبادة الأسواق تعتقد بأنه لا يزال وارد. بالنسبة لي لا أعتقد أنه وارد كخمسين نقطة أساس. الخمسة وعشرين نقطة أساس يمكن هي الأرجح بالنسبة للأسواق. يمكن حتى من بداية العام كنت دائما أذكر بأن 25 نقطة أساس في سبتمبر هي بداية الدورة التسهيلية بالنسبة للفدرال الأمريكي، لكن الأسواق لا تزال تبحث عن سبب إلى الاعتماد على الخمسين نقطة أساس. فبالتالي تسعير بأن قراءة التضخم قد تكون 2.6%، تسجل بعض التباطؤ بثلاث أعشار من 2.9 إلى 2.6%، قد تؤجج تفاؤلات الأسواق مرة أخرى عبادة. هنا أود أن أذكر أن الأسواق لا تزال تسعر ولا تزال تحتاج ولا تزال تنظر إلى أي رقم اقتصادي على أنه داعم بالنسبة لها على أنه 50 نقطة أساس. يمكن لاحظنا حتى عبادة يوم الجمعة مع تقرير الوظائف، كنا قد رأينا تداولات هبوطية بالنسبة للدولار الأمريكي جراء تسعير 50 نقطة أساس أوليا بالنسبة للأسواق جراء مراجعة تقرير الوظائف للشهر الماضي. كانت قراءة سلبية وتم مراجعة القراءة السلبية، فبالتالي الأسواق شعرت بأن 50 نقطة أساس قد تكون واردة. فبالتالي هي لا تزال الأسواق تبحث عن سبب بأن 50 نقطة أساس. فبالتالي قد نحصل على ارتدادات صعودية، لكن مع اجتماع الفدرال الأمريكي والحصول على 25 نقطة أساس، أي خيبة أمل الأسواق جراء تفاؤلها بأن 50 نقطة أساس قد تأتي بخيبة أمل ب 25 نقطة أساس، فبالتالي قد يكون تخفيض الفائدة سلبي على الأسهم. ليس كما اعتدنا في المرات السابقة أن يكون تخفيض أسعار الفائدة هو إيجابي بالنسبة لأسواق الأسهم، وهو هنا خيبة الأمل جراء التوقعات المرتفعة بالنسبة لأسواق. يعني فعلا الأسواق ربما الأسواق تذهب أبعد من إشارات الفيدرالي، الأسواق ربما تسعر بخفض بنقطة مئوية من الآن حتى نهاية العام، بينما توقعات المحللين تشير إلى 3-4 نقطة مئوية. يعني هل هذا يعني ما الدافع إلى هذه التوقعات؟ ما الذي يغذي هذه التوقعات في الأسواق؟ خصوصا أنه يعني إذا نظرنا إلى أول أقرب اجتماع يعني في هذا الشهر، يعني المسألة بالنسبة للفيدرالي لا تتعلق فقط بالبيانات، وإنما أيضا في الرسالة التي يرسلها من وراء الخفض، أنه قد يرسل رسالة بانيك في حال خفض 50 نقطة. ألا يأخذ الفيدرالي هذا بالاعتبار؟ بكل تأكيد عبادة، يعني 50 نقطة أساس يعني تتركون رسالة واضحة من الفدرال الأمريكي أنه تأخر عن تخفيض أسعار الفائدة من ناحية مقارنة بالبنوك المركزية. من ناحية أخرى قد تفهم الأسواق أن الفدرال الأمريكي لا يجد أن إمكانية سوفت لاندينج واردة، أي النمو الاقتصادي قد يتم الضغط عليه، تقرير الوظائف قد يتم الضغط عليه بشكل كبير خاصة مع إشاراته لديول مندت المهمة المزدوجة للفدرال الأمريكي. فبالتالي 50 نقطة أساس أعتقد أن الرسالة ستكون واضحة، فيها مخاطر، فيها خوف للأسواق. لكن عندما ننظر إلى الفترات الماضية تاريخيا عبادة بالنسبة لقراءات الأسواق وقراءة الفدرال الأمريكي، دائما ما كان يمشي بارالل. يعني من بداية دورة تجديد السياسة النقدية أبدا ما كان معترض، مع بداية العام الأسواق كانت تسعر بخمس تخفيضات بعيدة كل البعد حتى عن الدوت بلوت للفدرال الأمريكي. فبالتالي أعتقد بأنه تسعير الأسواق، منهجية الأسواق هي فقط مع التفاؤل بأن تخفيض أسعار الفائدة هي حاجة ملحة
للمواطن أكثر من أنه بحاجة ملحة بالنسبة للأسواق. أحمد طبعا نترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، إلى أي حد يمكن أن يؤثر قرار البنك المركزي الأوروبي في، لأنه نرى اجتماعات البنوك المركزية في فترات متقاربة والدايفرشنز بين السياسات النقدية مسألة تراقبها الأسواق، إلى أي حد يمكن أن يكون هذا عاملا مضافا يؤثر في توجهات خفض الفائدة في أمريكا؟ يمكن تصريحات جيروم باول بنتيجة جاكسون هول يمكن أعطت الارتياح لكريستين لاغارد تماما بأنه تخفيض أسعار الفائدة من الفدرال الأمريكي قادم، فبالتالي قد يكون هنا الموازنة بين الفدرال الأمريكي وبين المركز الأوروبي باتت واردة أو حتى باتت أكيدة بالنسبة لتخفيض أسعار الفائدة من ناحية. من ناحية أخرى بالنسبة للأرقام الاقتصادية يمكن تتفق معي عبادة بأنه أرقام التصنيع سيئة، أرقام الإنفاق المستهلك سيئة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فبالتالي هي أرقام قد تعطي دافع أو تعطي قراءة بأن النمو الاقتصادي في الفترة القادمة قد يكون سلبي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فبالتالي أعتقد بأن حاجة التخفيض لمحافظة على النمو الاقتصادي ومخاطر النمو الاقتصادي قد تكون حاجة ملحة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي أكثر من أنه هي انتصار على التضخم اللي وصل عند 2.2%، فبالتالي نعم. أعتقد بأنه تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماع مع دوفشتون أو لهجة بعض الشيء حمائمية من كريستين لاغارد قد تكون هي ملحة أو حاجة ملحة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. لن أتفاجأ هنا عبادة بأنه لو شفنا 3 تخفيضات بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة لو أتت قراءات النمو الاقتصادي السلبية، أعتقد بأن الاتحاد الأوروبي لن يراهن كثيرا على النمو الاقتصادي لأنه مستقر لفترة زمنية أو حتى مسطح قريب 0% في الفترة الماضية لفترة طويلة، تصنيع 22 شهر أو 25 شهر قراءات انكماش، فبالتالي أعتقد الاتحاد الأوروبي لن يراهن على رؤية أرقام سلبية للضغط بشكل أكبر على تبني دورة تسهيلية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. فبالتالي بداية تخفيض أسعار الفائدة مع الاجتماع الحالي ب 25 نقطة أساس هي الخطوة الأولية من كريستين لاغارد مع لهجة حمائمية على ما أعتقد. مشاكل أوروبا كثيرة سواء في التصنيع أو حتى في المالية العامة كما نراها في فرنسا. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا أحمد عزام المحلل المالي الأول في مجموعة إكويتي.